موجز السادسة مساء من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، لتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، وأن يوفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني لها، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة به. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعة المناسبات الملحقة بمسجد مصر، فضلا عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة. كما اطلع الرئيس السيسي على موقف مشروعات الطرق والمحاور الجديدة، ووجه بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات. قدمنا لحضراتكم موجز السادسة من التلفزيون المصري، شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.